بالنسبة لجهاز التناسل الأنثوي، تكون جهاز التناسل الأنثوي عندنا بصورة رئيسية من مبيضين ورحم واحد. في عندنا المبيض في الجهاز التناسلي اللي مبيضين ورحم واحد، وأجزاء أخرى تتأزر معا في إنتاج جاميتات الأنثوية. في عندنا الأجزاء أخرى تعمل عندنا على إنتاج الجاميتات الأنثوية، وبتوفر التغذية والبيئة المثالية عشان ينمو الجنين. توفر عندي تغذية وبيئة مناسبة عشان ينمو الجنين، وبتكون عندي الجاميتات الأنثوية. فبالنسبة للجهاز الأنثوي، تكون عندنا من قناة المبيض، مكونات قناة المبيض، والمبيض يعني عندنا مبيض والقناة تبعته والرحم وعنق الرحم والمهبل. مبيض وقناة المبيض، الرحم وعنق الرحم والمهبل. هاي بالنسبة للجهاز الأنثوي. يحكي لنا ينتج المبيض، المبيض بشكل عام ينتج مبيضات. وإيش هي المبيضات؟ المبيضات هي جاميتات أنثوية تتحرك البويضة عبر القناة المبيض التي تحوي عضلات تنقبض وتنبسط وتنقبض وتنبسط، لتدفع البويضة باتجاه الرحم. فتقول هاي عنق الرحم بظلها قناة المبيض تنقبض وتنبسط عشان تنقل البويضات لعنق الرحم. وهو ايش هو الرحم؟ هو عضو عضلي قابل للتمدد، او التقلص. بيحكي لنا تغذيه اوعية دموية، في له اوعية دموية كثير بتغذيه ما يسمح له باستقبال الجنين والمحافظة عليه طوال مدة الحمل. لما ينتقل عندي هاي البويضات للرحم وتلتقي بالحيوان المنوي، وقتها الرحم عندنا بكون بتمده، في عندنا أوعية دموية بتزوده بالأغذية والوضع الطبيعي المناسب عشان يتكون عندنا الجنين. فبتكون عندنا الجنين، بظل الرحم حافظ الجنين وبيحميه طوال مدة الحمل. بالنسبة للجنين، كيف بتكون عندنا الجنين؟ حكينا بعد اندماج نواتي الحيوان المنوي والبويضة بتكون عندنا الزيجوت. الزيجوت اللي هو الذي يمر في سلسلة الانقسامات المتساوية المتتالية ليكون الجنين الذي ينمو ويتطور في الرحم. بلتقي عندنا الحيوان المنوي مع البويضة في الرحم، فبتكون عندنا الزيجوت، فبتبلش عندنا انقسامات متساوية ومتكررة عشان حتى يتكون عندنا الجنين. فطول الفترة هاي يظل عندنا ينمو ويتطور خلال مدة زمنية تقدر ب9 شهور تقريبا، هي فترة الحمل. كيف تكون عندنا الجنين؟ مراحل تكون الجنين، أول مرحلة هي مرحلة الشهر الثلاثي الأولى، هم 9 شهور مقسمات على مرحلة أولى 3 شهور، مرحلة ثانية 3 شهور، مرحلة ثالثة كمان 3 شهور، فبطلع 9. لكن خلال 3 شهور الأولى ايش اللي بصير فيها؟ بكون يبدا تكون اجهزه الجسم جميعا، كل اجهزه الجسم عند الجنين تبلش تتشكل. وتستطيع الجنين في نهايتها من تحريك يديه وقدمه، بل اخر شيء اخر هاي المرحله اخر 3 شهور بصير يقدر يحرك ايديه او جريه. ويكون الجنين معرضا للتاثر بالحاله الصحيه للام، بكون بيقدر بهاي الحاله بكون جسمه بكون الجنين حساس، بتعرضه بسرعه للحاله الصحيه للام فيما يتعلق سواء كان عندها نقص بعض المواد الغذائية أو عندها مشاكل بأجهزتها أو تأخذ أدوية عشانك ما بصير تأخذ أي أدوية، أو التدخين كمان. هاي الأشياء كلها بتأثر على الجنين في المراحل الأولى. مرحلة 3 أشهر الثانية حكينا هاي تسمى كمان أيضا كمان مرحلة النمو. ليش؟ إنه بتطور فيها معظم أجهزة الجسم، إنه هنا تنمو تبدأ بالتشكل تكون جميعها، وهنا بتستمر حتى تتكون بشكل كامل. تتطور فيه معظم أجهزة الجسم ويصبح الجنين قادر على حركة بصورة أكثر وضوح، بصير يعني بقدر تتحرك بشكل يعني ملاحظ أكثر. بيحكي لنا فيتمكن مثلا إيش الأشياء اللي يعملها؟ بيحكي لنا مثلا يتمكن من مص أصبعه وفتح عينيه وتحريك قدميه ويديه، لكن تنمو بكون عندنا الرئة لسه ما اكتملت النمو تبعها. مرحلة 3 أشهر الأخيرة إيش اللي بصير فيها؟ بيزداد عندي معدل نمو الجنين، ازدياد ملحوظ، معدل نموه بيزداد وبصير يتكون يعني بنمو بشكل أكبر، خصوصا نمو الدماغ عنده بصير نما بشكل أكبر،
يشد النمو أجهزة الجسم عنده بلشت تكتمل في النمو، لكنه يستجيب لبعض الأصوات الخارجية، بيصير يستجيب لبعض الأصوات الخارجية، إذا في أصوات بيصير يتحرك مكان من خلال الحركة. ونتيجة زيادة الدهون تحت الجلد، في عندنا طبقة، في طبقة دهون موجودة تحت الجلد، هاي بتحافظ على درجة حرارة جسم الجنين، تحافظ على درجة حرارة جسم الجنين، فجسم الجنين بيظل درجة حرارته ثابتة عند الولادة. فبتحافظ هاي، هذا الشيء بيحافظ على حياة الجنين من انه يموت او يسوي او يصير في اي شيء. هيك بكون ان شاء الله خلصنا درسنا.